بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في الجاهلية في ضلال مبين، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والملائكة، كانوا متفرقين في عباداتهم، كل يتخذ له ربا يعبده من دون الله عز وجل. وكانوا في مجال السياسة والحكم متشتتين، لا تجمعهم دولة، لا تجمعهم دولة منهم، بل منهم من يتبع الفرس، ومنهم من يتبع الروم، ومنهم كثير يتسلط عليهم الرئاسات المتشتتة، كل قبيلة تحكم نفسها، وكل قبيلة تنتهك حرمات القبيلة الأخرى في الدماء والأموال والأعراض، والقوة الغلبة فيها للقوي، وأما الضعيف فإنه مهان ومستضعف ولا قيمة له عندهم. وكانوا في جانب الاقتصاد نفقر الدول، يأكلون ما هب ودب، ما دب ودرج على وجه الأرض، فيأكلون الميتة ويأكلون ما نالته أيديهم، لا يعرفون حلالا ولا حراما. فلما أراد الله لهم الخير وأراد لهم العزة وأراد الله لهم القوة في الأرض، بعث إليهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من صميم العرب ومن أشرف العرب وفي أقدس مكان على وجه الأرض، بعثه برسالته يدعوه من الله سبحانه وتعالى، وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، وصار يعلمهم بعد أن كانوا جهالا، ويهديهم إلى الحق بعد أن كانوا ضلالا، ويبصرهم بالصراط المستقيم. فاستجاب له من أراد الله له السعادة، وما لبثت دعوته صلى الله عليه وسلم رغم ما اعترضها من المشاق والمعارضات
ما لبثت أن انتصرت وظهرت، حتى غزا أهل مكة في السنة الثامنة، وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحطم الأصنام، وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه جاء دور الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين علي بن أبي طالب، فواصلوا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله، حتى دخلت المشارق والمغارب في دين الله عز وجل، وسقطت دولة الفرس، وسقطت دولة الروم، وصار الحكم للإسلام. تحقق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب، ودخل الناس فيه عن طواعية ورغبة، ومن أبى الدخول فيه صار يدفع الجزية صاغرا تحت حكم الإسلام. هذا الإسلام الذي جمع الله به شتات الأمم، جمع الله به أولا شتات العرب فصاروا أمة واحدة متحابين. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وجمع الله به شتات الأمم غير العرب، وزال الظلم والطغيان، وعاش الناس تحت ظل الإسلام، المؤمن بإيمانه والكافر تحت عدالة الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الإسلام الذي جمع بين القلوب. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وذكر العرب بهذه النعمة: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تآخى المسلمون على اختلاف لغاتهم واختلاف أجناسهم وألوانهم تحت دين الله عز وجل أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فما هو هذا الإسلام الذي وحد بين البشر عربهم وعجمهم؟ هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله أي الانقياد لله جل وعلا بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، بدل أن تكون العبادة لآلهة متعددة صارت العبادة لله وحده الذي خلق الخلق ورزقهم وتولى شؤونهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والاستسلام لله بالتوحيد. فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، والمستكبر والمشرك من أهل النار خالدين مخلدين فيها. مستكبر عن عبادة الله والمشرك في عبادة الله من أهل النار خالدين مخلدين فيها. أما من استسلم لله وحده فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، وهذا من أهل الجنة، فهو سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون في الدنيا في عبادتهم وجميع شؤونهم على هدى، ولهم الأمن في الآخرة من العذاب، من عذاب النار. فجمع الله لهم بين الهداية والأمن، وهذا إنما يكون بالإسلام وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني يخلطوا توحيدهم بشرك، الظلم هو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فهؤلاء هم الذين استسلموا لله وحده وانقادوا له. والانقياد لله جل وعلا بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الإسلام. أن يجتنب المسلم ما حرم الله عليه، وأن يفعل ما أمره الله به، هذا هو الإسلام. فمن لم يفعل ما أمره الله به فليس بمسلم، ومن لم يجتنب ما حرم الله عليه فليس بمسلم. قد لا يكون مسلما أصلا، وقد يكون مسلما إسلاما ضعيفا لا إسلاما كاملا بحسب المخالفة التي ارتكبها. والبراءة من الشرك، فمن أسلم لله فإنه يتبرأ من غيره، يتبرأ من المشركين ولا يحبهم ولا يواليهم، بل يكون عدوا لهم مبغضا لهم، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا معنى البراءة من المشركين والبراءة من الشرك بأن يترك جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر ويخلص عبادته لله وحده لا شريك له. فمن لم يتبرأ من الشرك حتى ولو كان لا يعبد إلا الله إذا لم يتبرأ من الشرك ويبطل الشرك ويقول الناس أحرار في عباداتهم والناس أحرار في دياناتهم وآرائهم هذا ليس بمسلم. الذي لا يتبرأ من الشرك هذا ليس بمسلم، وإن كان هو لم يشرك لكنه لم يتبرأ من الشرك، والله أمره بأن يتبرأ من الشرك. وما أنا من المشركين، ويتبرأ من أهله، تبرأ من المشركين، يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك ويعاديهم، هذا هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه صحابة رسول الله وأتباعهم، وهو الإسلام إلى أن تقوم الساعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أول هذه الأمة هو الإسلام، وكذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام دينا ومعاملة وحكما. الإسلام هو الذي يصلح المسلمين ويصلح الأمة، وليس غير الإسلام، وكل ما سواه فهو باطل وضلال وكفر. ولا بد أن يعتقد المسلم هذا، أن كل ما سوى الإسلام فهو باطل وهو كفر، وأن يتخذ الكفار والمشركين أعداء له، لا يحبهم ولا يواليهم ولا يدافع عنهم. هذا هو الإسلام الصحيح. ثم على المسلم إذا عرف هذه النعمة، نعمة الإسلام، فعليه أن يسأل الله الثبات عليها، ولا يأمن على نفسه من الفتنة والانتكاس، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والفتن كثيرة والشرور متعددة والصوارف كثيرة والابتلاء والامتحان قائم، وقد ضل كثير بعد الهدى وارتد كثير بعد الإسلام. فالمسلم لا يأمن على نفسه، بل يسأل الله الثبات ويحرص على معرفة الإسلام معرفة صحيحة، لا يأخذ الإسلام بالتقليد فقط، وإنما يأخذ الإسلام بمعرفته والتبصر فيه. أما إذا لم يعرف الإسلام ولم يعرف نواقض الإسلام فإنه حري أن يخرج عن الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الإسلام ما هو، وأن تعرف نواقض الإسلام، وتعرف ضد الإسلام وهو الكفر والشرك حتى تتجنبه. ولهذا يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه:
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صحابي جليل من خيرة الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ويخاف أن يدركه الشر، لأنه لا يأمن على نفسه، ولا يمكن أن يتجنب الشر إلا إذا عرفه. ولهذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف على نفسه من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف على نفسه، وهو الذي كسر الأصنام، وهو الذي أوذي بسبب تكسير الأصنام وإنكار عبادة الأصنام، لم يأمن على نفسه، فصار يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن فتنة الأصنام عظيمة: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة رضي الله عنها: أتخاف يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، لا سيما في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وكثرت الشرور وكثرت المغريات وكثرت الدعايات، كثرت الدعايات إلى الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم لا يقولون للناس: تعالوا إلى جهنم، أو تعالوا إلى الكفر، لأنهم لو قالوا هذا ما استجاب لهم أحد، لكن يقولون: تعالوا إلى التقدم وإلى الرقي وإلى الحضارة وإلى المغريات. فيزينون للناس، يزينون للناس الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، يزينون للناس الشهوات والمغريات، بل يقولون لهم إن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، وما أنتم عليه خطأ وجمود ورجعية تحجر. يصفون الإسلام والمسلمين بهذه الأوصاف، يصفونهم بأنهم متحجرون وأنهم جامدون وأنهم متأخرون عن ركب الأمم وعن الحضارة، بل يقولون إنهم إرهابيون، ويخلعون عليهم من الأوصاف المنفرة ما يؤثر على ضعاف الإيمان وعلى الجهال، فيستجيبون لهم فيلقونهم في جهنم. دعاة على أبواب جهنم، يدعونهم بالمغريات والألفاظ المزورة المزخرفة، ويزينون لهم الباطل ويجعلونه في صورة الحق، ويجعلون الحق في صورة الباطل، فيضل بسببهم كثير من الناس. وما أكثر الدعاة للضلال اليوم،
ما أكثر الدعاة إلى الضلال والكفر اليوم في وسائل الإعلام المختلفة، الدعاية إلى الشرك، الدعاية إلى الكفر، الدعاية إلى الشهوات والشبهات، ما أكثرها في وسائل الإعلام اليوم وفي الكتب وفي الصحف وفي مجالات كثيرة تصد عن دين الله عز وجل، حتى أصبح المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر، وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن دعاة الضلال من يزين الشرك للناس ويقول إنه محبة للأولياء والصالحين، والذي لا يذبح للأموات ولا يطوف بقبورهم ولا يستغيث بهم، هذا يبغض الصالحين ويبغض الأولياء، يأتون من هذه الناحية. والذي يدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم هذا من المحبة لهم، ما يقول هذا عبادة لغير الله، لأنه لو قال هذا عبادة لغير الله ما استجاب له إلا القليل، لكن يقول لا، هذا من الدين، هذا من موالاة أولياء الله ومن محبتهم ومن إكرامهم، الولي الفلاني له حرمة وله حق وله مكانة، ويستجيب من استغاث به أو ذبح له أو نذر له ويعطيه حوائجه، فيزينون لهم كما كان إخوانهم من المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيفسرون الشرك بأنه شفاعة عند الله، ومشرك عصرنا يفسرون الشرك بالقبور بأنه توسل إلى الله بأوليائه، ما يقولون هذا شرك، يقولون هذا توسل إلى الله بالصالحين كما قال إخوانهم من قبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فالفتنة عظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا كثرت الفتن وتنوعت اشتد الخطر على أهل الإيمان، لأن الفتن تلتبس على كثير من الناس، خصوصا الجهال الذين ليس عندهم معرفة بالحق والباطل، فيقبلون هذه المغريات وهذه الدعايات التي تصرفهم عن دين الله عز وجل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال إبراهيم وقال إسحاق ويعقوب، قال إسحاق ويعقوب لذريتهما يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى بها إبراهيم ووصى بها
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية أوصى الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بوصية الله سبحانه وتعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى الله بها هذه الأمة، فقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كرر الوصية ثلاث مرات، وهذه الوصايا العشر التي أوصى الله بها هي أيضا وصية جميع الأنبياء لأممهم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. هذه وصية الله جل وعلا لعباده، أولها التوحيد: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أولها التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الوصايا كلها من خصال الإسلام، كلها من خصال الإسلام، من هذا الدين العظيم الذي جمع الله فيه الخير للأمة. نواقض الإسلام كثيرة، نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مفردة، وضمن كتب الفقه عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد. المرتد من هو المرتد؟ هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا هو المرتد، هو الذي يكفر بعد إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفرق للجماعة. المرتد هو من ارتد عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. هذه أنواع الردة على سبيل الإجمال، من ارتد بأحد هذه الأنواع الأربعة بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. فالقول أن يتكلم بكلام الشرك وكلام الكفر، فإذا تكلم بكلام الكفر كلام الشرك ارتد عن دين الإسلام مازحا أو جادا إلا المكره. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم
وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلا من أكره. أما من نطق بكلام الكفر مختارا من غير إكراه فإنه يرتد عن دين الإسلام. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يتكلمون بكلام الكفر ويقولون هذا إحنا نلعب، ما قصدنا الكفر، إنما قصدنا المزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يزعمون أنه مزح، ولكن الله سماه كفرا: قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يعذرهم بالمزح، لأن الدين ليس فيه لعب وليس فيه مزح. الدين دين جد ودين حق، لا يجوز اللعب فيه والمزح فيه. وكذلك الذي يستغيث بغير الله، الذي يستغيث بالأموات، يستغيث بالأموات: يا فلان، يا ولي الله، اقضي حاجتي، رد غائبي، اشفي مريضي، هذا أشرك بالله الشرك الأكبر بالقول، بالدعاء، بالاستغاثة، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله. المزح في الدين والاستهزاء بالدين هذه كفريات قولية مخرجة من الملة. أو بالفعل، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، هذا فعل، فعل لكنه كفر مخرج من الملة. إذا ذبح لغير الله فقد خرج من الملة، إذا سجد لغير الله، إذا ركع لغير الله، فهذا مخرج عن الملة، هذا فعل. حتى لو ما تكلم، لو ما تكلم، لو سجد لصنم، سجد لشجرة، سجد لمعظم من المعظمين، لملك من الملوك، سجد بين يديه، فقد كفر بالله لو ما تكلم. هذا فعل الشرك. وكذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا شرك لو ما تكلم بالكفر. إذا ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر عملي يخرج من الملة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم يصلي فليس من إخواننا في الدين. فالله جل وعلا بيّن أن ترك الصلاة كفر، وقال تعالى ما عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إلى أن قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كفار، الذين تركوا الصلاة كفار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقرن ترك الصلاة مع التكذيب، والتكذيب بالدين كفر بالإجماع، فكذلك ترك الصلاة فهو كفر عملي يخرج من الملة. ومن نواقض الإسلام الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب، حتى لو صلى وصام ونطق بالشهادتين وبالدعاء تظاهر بالقول الطيب وبالفعل الطيب، لكن قلبه منكر، هذا كافر،
المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وهم يصلون ويصومون ويحجون بل ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعملون الأعمال ويذكرون الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فإذا كان في القلب كفر وعدم إيمان بالله عز وجل فإنه ليس بمسلم، وإن صلى وصام وعمل الأعمال كلها ما دام في قرارة قلبه لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منافق في الدرك الأسفل من النار، كإخوانه من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا الردة بالقلب، الردة بالقلب إذا اعتقد صحة الكفر وصحة الشرك ولكنه لم ينطق بهذا، ما نطق بهذا لأنه يخاف ويجامل، فإذا اعتقد في قلبه أن الشرك صحيح وأن الكفر صحيح ولكنه تظاهر بالإيمان وتظاهر بالعمل الصالح فالعبرة بالقلب، هذا يعتبر كافرا منافقا في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الشك، لو شك في قلبه تردد، الشك هو التردد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا ما هو بصادق، صار عنده شك في قلبه، هل الرسول صادق، هل هو صحيح انه رسول الله او ليس رسول الله، هل صحيح انه ما فيه رب الا الله سبحانه وتعالى، او ان كل بهواه يتخذ ما يشاء، وأن الناس كلهم على حق وليس الدين فقط في عبادة الله، شك في قلبه، هل الدين فقط عبادة الله أو يجوز أن الإنسان يعبد غير الله، لأن الأمم كثير على هذا، فيشك في قلبه في التوحيد، يشك في قلبه في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يشك في قلبه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي صحيحة، هل هي حق. الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا شك في قلبه في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، تردد هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هذا كافر بالله عز وجل، حتى لو عمل الأعمال كلها ولو تكلم بالتسبيح والتهليل والتكبير ما دام أنه شاك في قلبه. قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنهم في قلوبهم عندهم الشك أو في ريبهم يترددون العياذ بالله. فالردة تكون بهذه الأمور، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك، ويصدر عن هذه الأنواع الأربعة فروع كثيرة ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، في مصنفات مستقلة في نواقض الإسلام، وفي باب من كتب الفقه سموه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا هو المرتد، لأن ارتد يعني نكص على عقبيه بعد أن كان مقبلا على الإسلام ارتد عنه إلى الكفر. هذه هي نواقض الإسلام، أصول، هذه أصول نواقض الإسلام، بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك،
ويتفرع عن هذه الأصول خصال كثيرة من خصال الردة والعياذ بالله، منها الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم أنواع الردة. فإذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فقد ارتد عن دين الإسلام. إذا ذبح للقبور، ذبح للجن لأجل أن يسلم من شرهم، ذبح للشياطين من أجل أن يسلم من شرهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وكذلك السحر، سحر نوع من أنواع الردة والعياذ بالله. سحر تعلمه وتعليمه واستعماله كفر بالله عز وجل مخرج من الملة. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب ليس له نصيب في الجنة. دل على أن الساحر كافر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، يقتل ولا يستتاب لأنه كافر قتل ردة. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. وقتل جندب بن كعب رضي الله عنه، قتل ساحرا يلعب على الناس ويريهم أنه يقتل الشخص ثم يعيد رأسه إليه ويحيى يقتله ثم يحييه، يتظاهر عند الناس بهذا بالقمرة والسحر التخييلي، يخيل للناس أنه يقتل شخص وأنه يعيد رأسه إليه ثم يقوم حيا لأنه يلقي على أعينهم قمرة يخيل إليهم هذا الشيء. فجاء جندب رضي الله عنه مشتملا بالسيف فلما قرب منه ضرب على رأسه فقتله، فقال: إن كان صادقا فليحي نفسه، إن كان صادقا فليحي نفسه. فأبطل الله سحره. والله جل وعلا يقول: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحرون. السحر تعلمه وتعليمه واستعماله كله كفر بالله عز وجل. ليه؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا باستخدام الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يتوصل الساحر إلى السحر إلا إذا خضع للشياطين بعبادتهم من دون الله عز وجل، ذبح لهم أو سجد لهم أو تقرب إليهم. فإذا كفر بدينه خدموه بما يريد. وكذلك من أنواع الردة كما ذكرت لكم الذي يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما عليه غلاة الصوفية. صوفية غلاتهم يقولون: لا حاجة بنا إلى الرسول لأننا عرفنا الله، سمون العارفين، وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام، أما نحن خواص ما نحتاج إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نصل إلى الله بدون محمد. فمن قال هذا
من زعم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، وإن كان يزعم أنه ولي لله وأنه من العارفين وأنه وصل إلى الله، والواقع أنه وصل إلى الشيطان ما وصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يوصل إليه إلا من طريق الرسل، ولا سيما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الطريق إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وصول إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا طريق إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه والتمسك بدينه. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا طريق إلى الله جل وعلا ولا إلى نيل محبة الله للعبد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وإن كانوا يزعمون أنهم على دين موسى أو على دين عيسى أو على دين غيره من الأنبياء، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العالم كلهم باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دينه نسخ الأديان السابقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا طريق إلى الله جل وعلا إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا على دين نبي قبله، دين موسى، دين عيسى، أو يقول أنا وصلت إلى الله ولست بحاجة إلى الرسل نهائيا، فهذا كافر بالله عز وجل. لأن موسى وعيسى عليهما السلام يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، تجدونها في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم. فمن أسمائه أحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالمسيح، ولا يؤمن بموسى، ولا يؤمن بجميع الأنبياء. فالذي يكفر بنبي واحد كافر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء طريقهم واحد، يبشر أولهم بآخرهم ويتبع آخرهم أولهم عليهم الصلاة والسلام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا
أولئك هم الكافرون حقا. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب، ولا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كفر بكتاب أو كفر بنبي من الأنبياء فإنه كافر بالله، وكافر بجميع الكتب، وكافر بجميع الأنبياء. ولم يبق دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه واتباعه عليه الصلاة والسلام. لا طريق لأحد إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من نواقض الإسلام، أن يأتي من يقول أنا لست بحاجة إلى اتباع الرسول، أنا وصلت إلى الله، أنا آخذ عن الله مباشرة ولا آخذ بواسطة الرسول. ويقولون للمسلمين أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، بزعمهم أنهم وصلوا إلى الله وأنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسل. هل بعد هذا الكفر كفر؟ والعياذ بالله، هذا أشد الكفر، نسأل الله العافية. وهم يزعمون أنهم أولياء الله. فالفتن عظيمة يا عباد الله، الفتن عظيمة لا ينجو منها إلا من سلمه الله. وعلى الإنسان أنه يخاف من الزير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، مع أنهم راسخون في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فعلى المسلم أن يخاف من الزير ما دام على قيد الحياة، فإنه عرضة للفتن، عرضة للانحراف. يخاف على نفسه ويخاف على دينه، ولا سيما إذا كثرت الفتن والصوارف كما في آخر الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن ينجو من ذلك إلا إذا تعلم أحكام الدين وعقلها وعرفها، وتعلم ما يضاد الدين وما يناقض الدين من أنواع الشرك والكفر والردة والنفاق. يتعلم هذه الأمور من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها. ولا يكفي أنه أيضا يتعلم هذا وهذا، بل لا بد أن يسأل الله، أن يسأل الله الثبات. وإلا كم من عالم زاغ وضل، كم من عالم انحرف. فعلى المسلم أنه يخاف من الردة، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العبادة، مهما بلغ من المعرفة، لا يأمن على دينه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو النجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن. لا نجاة من الفتن إلا بالاعتصام بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي سنة الخلفاء. إني تاركم فيكم ما إن تركتم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة وهذه المحاضرة القيمة. وهنا بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يسأل ويقول: أحسن الله إليكم، قلتم في تعريف الإسلام الخلوص من الشرك، ونسمع في عبارات بعض العلماء البراءة من الشرك وأهله، فأيهما أصوب؟ وما الفرق بينهما بين البراءة والخلوص؟ خلوص صحيح. الخلوص هو البراءة، والبراءة هي الخلوص. لا يخلص إلا من تبرأ، ولا يتبرأ إلا من خلص من الشرك، فهما بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول أن من حقوق الإنسان حرية العقيدة، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ فالأديان السماوية الموجودة الآن من اليهودية والنصرانية والإسلام كلها صحيحة استدلالا بهذه الآية، ما هو حكم ذلك؟ هذا كلام باطل، لأنه لو كان هناك حرية في العقيدة كل يعتقد ما أراد لما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب، خلى الناس كل يعتقد ما يريد. الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. هذا الذي خلق الله الخلق من أجله. فلو كان الناس كل حر يعتقد ما يريد لما أرسل الله الرسل ولا ما أنزل الكتب تدعو إلى عبادة الله وحده. كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فدل على أن الآلهة لا بد أن تكون إلها واحدة ولا تكون عدة آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. وهذا يقول: لا، حرية الأديان وكلها صحيحة، هذا كفر بالله عز وجل. اللي يقول هذه المقالة كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه سوى بين دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كلها يعتقد ما شاء، هذا كافر بالله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا مكذب لله ولرسله ولإجماع المسلمين على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن العقيدة لا تكون إلا عقيدة في التوحيد، وليس الناس أحرارا في عباداتهم لأنهم عباد لله جل وعلا، ما هم يعبدون ما شاءوا، لا، يعبدون الله وحده. هذا هو الدين الصحيح، الدين الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل معبود سواه فهو باطل. وهذا يقول: لا، ما هو باطل، حرية الأديان. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمعناه أنه لا يجبر أحد على هداية قلبه، لأن هذا بيد الله، القلوب بيد الله عز وجل. فنحن لا نكره أحد على أنه يدخل في الإسلام في قلبه ويعتقد في قلبه صحة الإسلام، لا نملك هذا. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. لا إكراه في الدين يعني لا نجبر الناس على تقبل الإسلام بقلوبهم وتصديقهم به، ما نملك هذا، ألا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. أما نحن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم، وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، لا إكراه في الدين يعني في القلوب، أما إننا ندعوهم ونجاهدهم ليكون الدين لله وحده هذا مطلوب منا، وليس هذا إكراه على الإسلام، هذا إزالة للكفر وإزالة للشرك من الأرض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عباد القبور كفار بأعيانهم؟ وذلك لأننا نسمع من يقول إن هؤلاء مسلمون جهال تلبسوا بالكفر فلا يحكم عليهم بأعيانهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ من فعل الكفر فهو كافر، ونحن ليس لنا إلا الظواهر، فنجري عليهم أحكام الكفار ما داموا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات، فنحن نحكم عليهم بالكفر.
يجري عليهم أحكام الكفار، فلا نستغفر لهم بعد موت. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لهم، ولا نصلي على جنائزهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين، نجري عليهم أحكام الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا من بعض، وأما أنهم جهال فليسوا جهالا، القرآن يتلى ويسمعونه ويقرؤونه ويحفظونه، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ وتعلم، كلام أهل العلم يسمعونه، ألم يبقى جهل إلا المعاندة، عاندوا لأنها قامت عليهم الحجة، وما دام قامت عليهم الحجة فلم يبقى لهم جهل يعذرون به. الجهال لو لم يسمعوا شيئا، لو عاشوا منقطعين عن العالم ولم يبلغهم شيء، هؤلاء هم الجهال. أما الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويحفظون القرآن أو يسمعونه، ويسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلام أهل العلم، ولم يبقى عندهم عذر إلا أنهم يريدون البقاء على ما هم عليه، ويريدون أن يقلدوا فلانا وعلانا، هؤلاء لا عذر لهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: سمعنا من بعض طلبة العلم أن الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، يقول هذا الناقض لم يخرج من مشكاة النبوة وليس بصحيح، فهل هذا الكلام صحيح؟ شيخ الإسلام ما ذكر هذا من عنده، ذكره من الأدلة، ذكره من الأدلة، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما معنى أولياء؟ يعني لا تعادونهم ولا تبطلون ما هم عليه ولا تتبرؤون منهم، هذه موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى أولياء؟ من الولاية وهي المحبة والمناصرة وعدم تكفيرهم وعدم بيان بطلان ما هم عليه، هذا معنى الموالاة التي جعلها الله كفرا. وهذا ما أخذه الشيخ رحمه الله في هذا الناس: من لم يكفر الكفار اللي يصحح مذهبهم، هذا معناه أنه اتخذهم أولياء. نعم. أحسن الله إليك. كثرة الأسئلة التي تسأل عن التهم التي في الجرائد ونحوها على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يفعل بهم من التهم والكلمات الكاذبة الباطلة، فما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يعمل بهذا الجهاز ولأهل الصحافة؟ صبر. نصيحتنا للمؤمنين وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستمروا في طريقهم، لأنهم على طريق صحيح، عليهم أن يستمروا ويصبروا، يصبروا على ما نالهم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فيصيبهم ما يصيبهم من أذى الناس ومن الكلام فيهم ومن التجريح ومن، لكن لا بد من الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن اللي يتواصون بالحق يحصل لهم لوم ويحصل لهم توبيخ. تواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يوصي بالحق لا بد أن ينال شيء من الناس. هل الرسل سلموا من الناس؟ هل الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم من الناس ومن كلامهم فيه؟ ما سلم عليه الصلاة والسلام. فلنا فيه قدوة ولنا فيه أسوة. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فعلينا أننا نصبر ولا نلتبس لأقوال هؤلاء، ووبالها وشرها وإثمها يعود عليهم والحمد لله. وهذا لا يضر أهل الإيمان وأهل الحسبة، لا يضرهم هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض المتعالمين الذين يخرجون في القنوات الفضائية، ومن هذه القنوات الفاسدة قناة الـ MBC، وهي قناة يخرج فيها المغنين والمغنيات،
والداعرين والداعرات والفاسدين والفاسدات، ويخرج فيها هؤلاء الذين يفتون. فهل يا شيخنا توصي طلبة العلم بالخروج في هذه القناة؟ وجهونا بارك الله فيكم. والله أنا في نفسي ما أخرج فيها ولا في غيرها من القنوات، لأن هذا تصوير، هذا تصوير، والتصوير حرام. تظهر صورك فيها، وافقت أنت على الصورة، وافقت على التصوير. ونشر العلم والدعوة إلى الله والتعليم له مجالات أخرى ما فيها تصوير، ما فيها تصوير. على الدعاة وعلى المرشدين وعلى الذين يفتون الناس إنهم يفتونهم في القنوات اللي ما فيها تصوير ولا فيها تلفزيون. هذا هو الذي أراه. ما توقفت الدعوة إلى الله على هذه القناة أو على هذه، على هذه الوسيلة. هناك وسائل كثيرة ولله الحمد سليمة 100%، ما فيها أي محذور. نعم. أحسن الله إليك. تقول السائلة: قمت بالحج وفي أثناء طواف الوداع في الطواف الخامس أحسست برطوبة، وحينما خرجت وانتهيت من الطواف وخرجت من الحرم وجدت أنها قد نزلت عندي الدورة في الطواف وأنا لا أعلم، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن الطواف غير صحيح، وطواف العمرة ولا طواف الحج. إن كان طواف تطوع فهو ما في شيء، طواف التطوع ما هو واجب. أما إن كان طواف عمرة أو طواف حج فلا بد من إعادته، لا بد من إعادته، لأن الطواف الأول غير صحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كثر الكلام في هذا الزمن عن مسألة الولاء والبراء، فنريد منكم يا شيخنا أن تبينوا لنا الضوابط في مسألة التولي والموالاة، وفقكم الله وسددكم. الولاء والبراء. الولاء أن توالي أهل الإيمان، أن توالي أهل الإيمان، تحبهم وتناصرهم وتعينهم وتكون معهم، هذا هو الولاء، الولاء لأهل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأما البراء فهو البراءة من أهل الشرك، البراءة منهم وعدم محبتهم في القلوب وعدم مناصرتهم وبيان بطلان ما هم عليه، هذا هو البراءة منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكثر معنا في العمل وجود الرافضة، ونسمع منهم الاستغاثة بعلي وبالحسين، فكيف نتعامل معهم؟ بارك الله فيكم. إذا أظهروا شيئا من شركهم ومن باطلهم فلا تسكتوا عنهم، لا بد أن ترفعوا بشأنهم إلى المسؤولين. إذا أظهروا شيئا من مذهبهم فلا يسعكم السكوت، بل لا بد أن ترفعوا بشأنهم إلى المسؤولين، إلى المدير المباشر، فإن لم يجدي فإلى من فوقه، حتى يقضى على شرهم وعلى مذهبهم الخبيث الذي يظهرونه وينشرونه في بين أهل السنة. هم مأخوذ عليهم أنهم ما يظهرون شيء مما هم عليه، فإذا أظهروه خالفوا النظام، إذا خالفوا النظام فإنه يجرى عليهم العقوبة النظامية التي تطبق على الموظفين إذا خالفوا النظام. هذا أقل شيء، أقل شيء العقوبة النظامية، وإلا الواجب إقامة العقوبة الدينية والردع. نعم. أحسن الله إليك. كثرة الأسئلة التي تسأل عن بيان بعض الكتب التي بين فيها العلماء نواقض الإسلام. قلت لكم فيه كتب مستقلة وفيه كتب داخل كتب الفقه، فباب في كتب الفقه تجدونه في كل كتاب من كتب الفقه. أقرب شيء متن الزاد وشرح الزاد، باب حكم المرتد، ذكر فيه نواقض الإسلام، فذكر كثيرا منه في الإقناع والمنتهى وغيرها.
وفي كتب مستقلة مثل نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي رسالة صغيرة، ومثل الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع الدرر السنية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله إن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فكيف نجمع بين حديث رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث معاذ رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من قال لا إله إلا الله بحقوقها، بحقوقها، وأعظم حقوقها إقام الصلاة. ما هو بيقول لا إله إلا الله بس بلسانه ويقتصر عليها، إذا قال لا إله إلا الله فلا بد أن يصلي، ولا بد أن يزكي، ولا بد أن يصوم رمضان، ولا بد أن يحج البيت مع الاستطاعة، ولا بد أن يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. هذا معنى لا إله إلا الله، ليست مجرد لفظ يقولها ويصير مسلم ويترك الصلاة ويترك العبادات ويكتفي بلا إله إلا الله، ما تنفع. قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. ومن أعظم حقوقها إقام الصلاة، من أعظم حقوق لا إله إلا الله إقام الصلاة. ولما قاتل أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، قالوا له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون؟ قال رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويقول وهب بن منبه رحمه الله لما قال له رجل: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لا إله إلا الله مفتاح تحتاج إلى أسنان، وهي الأعمال والطاعات، بدون الطاعات وبدون الأعمال لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، معظم البنوك يقوم بعملية التقسيط ويقولون بأن لديهم فتوى من بعض المشايخ، فهل يجوز للإنسان يتعامل معهم؟ وهل يلزمه التأكد من أن ما باع عليه من قبل البنك ملك للبنك أو يكتفي بقولهم؟ بارك الله فيكم. ما عندنا، يعني ما عندنا معرفة بمعاملات البنوك، لكن الذي يتضح والذي عليه البنوك أنها مؤسسات ربوية، البنوك مؤسسات ربوية، هذا شيء معلوم، هي تتعامل بالربا واقتصادها قائم على الربا، لأنها مثل البنوك العالمية، نظامها نظام البنوك العالمية، والبنوك العالمية لا تقوم إلا على الربا، فما الذي يجعل هذه البنوك في منأى عن الربا؟ هي تمشي على نظام البنوك الأخرى، لا تخرج عنها في شيء، والتعامل معها ما عندهم سلع يبيعونها، إنما إذا جاءهم الزبون يروحونه لأهل السلع، للشركات أو للمعارض أو للتجار، يقولون شف اللي، أو لأهل الأراضي يقولون شف اللي يصلح لك وعلمنا بقيمته وحنا نسلمها عنك، فهم ما شروها لهم، شارينها للزبون، وسلموا قيمتها قرض للزبون بزيادة، قرض الربوي، لو كانوا صادقين يريدون الحق لأحضروا السلع عندهم في حوزتهم وفي مخازنهم وفي مستودعاتهم، فإذا جاء الزبون باعوا عليه سلعة وسلموها له وقيدوا ثمنها بذمته مؤجلا، لكن هذا ما هو عندهم، ما عندهم شيء من السلع، يكذبون، يروحون الناس لسلع الناس
أملاك الناس وهم مجرد وسيط فقط، والذي يشري السلعة ما شروها لهم، شارينها للزبون، يسلمون ثمنها قرض للزبون ويأخذون زيادة عليه، هذا هو ما هم عليه. وكون عندهم فتوى ولا ما عندهم فتوى هذا لا يهمنا، الفتوى تخطي وتصيب، ربما أنهم لبسوا على هذا الذي أفتاهم، لبسوا عليه وصدقهم دون أن ينظر في تعاملهم ويقف على تعاملهم على الحقيقة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك من يخرجون في القنوات الفضائية من بعض المتلاعبين بالفتوى. نحن يخرجون من القنوات الفضائية واللي يخرجون فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم العمل بوظيفة تلزم باللباس الأجنبي مثل القبع واللباس الذي يشابه البنطلون؟ جزاكم الله خيرا. اللباس اللي فيه مشابهة للكفار لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بالكفار في لباسهم. وإذا كان أهل العمل يجبرون عليه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأعمال كثيرة، تروح العمل الآخر نزيه ليس فيه هذا الذي تقول. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الأعمال كثيرة ولله الحمد، فإذا ضاق عليك مجال رح للمجال الآخر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، وما هي صفة رفع اليدين في الدعاء، وهل يجوز رفع اليدين في الدعاء في الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة؟ الله جل وعلا أمر بالدعاء ولم يقيده بوقت، لا في ليل ولا في نهار، تدعو الله في أي ساعة وفي أي لحظة، ولكن هناك أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، دلت عليها الأدلة مثل آخر الليل، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا محل، هذا الوقت وقت لإجابة الدعاء. كذلك يوم الجمعة، في ساعة في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم، يدعو الله وهو قائم إلا استجاب الله دعوته، وهو قائم يصلي إلا استجاب الله دعوته، وهي خفية في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في جميع اليوم، ولكن أحراه ما بين دخول الإمام للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، أو ما بعد العصر كما ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها في آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس، هذا الذي رجحه الإمام أحمد. وبعض العلماء يقول هي ما بين جلوس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تنقضي الصلاة. وورد في هذا حديث في صحيح مسلم، والذي يظهر والله أعلم أن الوقتين كلاهما، يعني اللي عند جلوس الإمام واللي قبل الغروب، كلاهما مظنة الإجابة، فعلى المسلم أنه يجتهد في هذين الوقتين، وإن اجتهد في كل اليوم، كل يوم الجمعة يدعو فذلك أحسن. ورفع اليدين يكون إلى حذو المنكبين، يكون إلى حذو المنكبين، هذا رفع اليدين وهو من آداب الدعاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما المقصود بإرهاب العدو في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ هذا إرهاب بحق، هذا إرهاب بحق، لأنه تخويف لأعداء الله، تخويف للكفار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله، نحن مأمورون بتخويفهم وإرهابهم وقتلهم وقتالهم في سبيل الله عز وجل، هذا إرهاب مشروع، وهو تخويف الكفار
الذين أخافوا المسلمين والذين كفروا بالله وأشركوا بالله، فتخويفهم عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الرجل لقميص أو بنطال أصفر قاني أو أحمر قاني غير مختلط بلون آخر؟ هل يدخل ذلك في الثوب المعصفر أو المزعفر؟ أما الأحمر فلا، الأحمر الخالص لا يجوز للرجل لبس، أما الأحمر غير الخالص الذي فيه لون غير الحمرة، يعني مختلط لون أبيض ولون أحمر مثل الشماغ ومثل بعض الملابس، هذا لا بأس به لأنه ما هو أحمر خالص. ما الأحمر خالص فلا يصلح، حرام على الرجال، إنما هو للنساء. والأصفر إذا لم يكن بالذي جاء النهي عنه هو المعصفر لا بأس به، الأصفر والأخضر والأسود والأبيض، وخير اللباس للرجال البياض كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس ببقية الألوان ما عدا الأحمر الخالص. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إنني أشتري بنزين السيارة من إحدى المحطات التي تعطيني الحق في غسيل السيارة مرة بعد شراء 450 لتر، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كنت تروح لمهم ولما تكمل العدد علشان يعطونك الهدية فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وعملهم لا ما هم مشروع ولا لائق، لأنهم يريدون جلب الزبائن عن أصحاب المحطات الأخرى ويضرون المحطات الأخرى، ولا يجوز لأصحاب المحلات أنهم يضارون بعضهم ببعض، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب من أجل أن ينتفع الناس كلهم، ولا يجوز لأحد أنه يحتكر الزبائن إليه ويجلبهم إليه ويخلي إخوانه الآخرين، هذه منافسة غير نزيهة وغير شريفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من الاستهزاء بالدين وصف القرآن الكريم بأنه إيقاعات موسيقية وتصويرات فنية؟ هذا الصوفي الذي تكلم هذا الكلام، هذا متعودا على الصوفية الذين نشأوا على الإيقاعات وعلى الأغاني وعلى هذا الكلام، ما يناسب القرآن هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الكفر العملي لا بد فيه من الاعتقاد أو لا يشترط فيه هذا الشرط؟ الكفر العملي كفر مستقل والاعتقاد كفر مستقل، وأهل العلم ذكروا مستقلات أربعة أنواع: الكفر بالقول، الكفر بالعمل، الكفر بالاعتقاد، الكفر بالشك، فلا ندمج بين اثنين، هذا ما قاله أهل العلم، هذا إنما يخبط به بعض المتعالمين الآن. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما وجه اقتران الربا والقذف بالسحر والشرك في حديث السبع الموبقات مع العلم أنها كبائر والسحر والشرك من الكفر؟ نعم، الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكفر والشرك وذكر بعده الكبائر التي ليست كفرا ولا شركا وإنما هي موبقات من بقية السبع، وقد يأتي الدليل وفيه شيء كفر وفيه شيء معصية وفيه شيء كبيرة وفيه شيء صغيرة، قد يأتي التحذير من الجميع، تحذير من الجميع، ولكنه يبدأ بالشرك أنه أشد المنكرات، ثم يأتي بالمنكرات بعده بالترتيب. نعم. أحسن الله عليك. السؤال الأخير: يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ إنه يحتاج إلى صبر، اللي يقبض على الجمر يحتاج إلى صبر ولا يحره الجمر، كذلك اللي يقبض على الدين يحتاج إلى صبر لأنه يلاقي من الناس أذى، يلاقي صعوبة كما يلاقيها اللي يقبض على جمر من شدة الأذى ومن شدة المواقف، هذا المعنى.